المستشفى دي مبنية من 84، جزء الزاري 92، فبعدها بأربع سنين سنة 96 حصلت تصدعات، فنقلوا المستشفى لمركز الرعاية والأمومة في دقدوس. وطبعا حضرتك المستشفى هناك صرفوا عليها 140 مليون، وضيقة جدا وتزدحم مروري هناك، وده طبعا سابوها زي ما هي كده من سنة 96 لحد دلوقتي. طبعا حضرتك زي جوه وكر مخدرات بلطجية، طبعا احنا طبعا ما ينفعش ان انا امشي هنا بعد الساعه 12 بالليل من قدامها، لان بيطلع عليها ناس حراميه وبلطجيه وفي جوه مخدرات. حضرتك هي المستشفى دلوقتي بقت عباره عن حته مهجوره، مكان مهجور يأوي جميع ما تتخيله من هو غير خارجين عن القانون، من البلطجيه، من سارقي الموتوسيكلات، من سارقي العربيات، من الهربانين من السجون، من الناس المتسولين اللي بتوع تعاطي المخدرات، تعاطي الافيون. وطبعا الحاجات دي طبعا لا تليق بمستشفى المفروض هي تساعد المحتاجين والشرفاء الموجوده فيه. المستشفى دي موقع خطير، مش يعني ومكان خطير، لانه هو كله مهجور وفيه حجرات ممكن اي حد يدخل، يعني مش عايز اقول ارهابي، يعني بلطجه، ارهابي، تخزين اي حاجه ممنوعات، لانها كلها حجرات ومهجورة ومفتوحة. المشاكل المستشفى قال الصوت، والمستشفى حاليا خطر وخطورة على 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 حياة الناس، لأن البلطجية واللي هم الناس الخطرين بيستخدموها في ان هم يقوموا بالبلطجة فيها بالليل، بيحتجزوا فيها بعض الناس بالليل. الشكاوي بصراحة هي للرئيس مجلس المدينة اللي هو اللي قدامنا، هم بيتغيروا باستمرار، ده وصلناه وسبق وقلنا اتكلمنا اعضاء مجلس الشعب، وكل عضو مجلس الشعب كان بيجي كان بيحطوا في البرنامج بتاعه هدم وبناء مستشفى متغمر العام وتحويلها لمستشفى تعليمي، ولكن للاسف برضه بتيجي الدوره وبتخلص الدوره ويبقى الوضع كما هو عليه. بعض البلطجيه بيدخلهم وبيعملوا معيشه كامله هنا. طبعا احنا كنا زعلانين جدا لان دي مستشفى لم تستغل، ودي متغمر ينقصها مستشفى الطوارئ، ونتمنى من وزير الصحة أن يحط الموضوع مستشفى الطوارئ في الاهتمام، لأن احنا عندنا مشكلة في متغمر أن أي حد بيصاب ما فيش قدامه غير حاجتين، يا يروح طنطا إلا يروح الزقازيق أو يروح المنصورة، ودي طبعا بتاخد وقت ساعتين ثلاثة تكون الحالة طبعا وصلت لمرحلة من التدهور. المحرقه دي ضر عيالنا وضرنا، انا راجل عامل قلب مفتوح ما بعرفش انام منها، غيري عنده امراض تانية زي السرطان، والله الناس هنا ما بتعرف تنام ولا بتعرف تعيش، والبتاعه دي بتشتغل 24 ساعه متواصله المحرقه ده لهي. وبالنسبه للمدخنه برضو اللي موجوده بتاعها اشتكينا كذا مره للبيئه ولوزاره الصحه، مخلفات وزاره الصحه بتاع ثلاث مراكز بتعدم فيها، فانتشر مرض السرطان بسببها والفشل الكلوي، وغلبنا مشاكل للمسؤولين. المدخنه دي تعبانه ناس كتير عندنا، ده غير المرضى، احنا اول ناس يلي من الدخان بيجي علينا، عندي عيال كتير تعبانين، ووالدتي برضه تعبانه من صدرها برضه، واشتكينا وناس كتير قالوا انزلوا بوظوها ومش عاوزين نعمل بلطجيه. احنا شايفين المدخنه مش شغاله واقفه. ما شغاله، ما واقفه عشان انتوا موجودين، عشان انتوا موجودين، بعد كده هتبقى تشتغل وهتطلع دخان علينا تشتغل على طول. احنا صدرنا تعبان، وانا ضلحت كلها وجسمي كلته مليان والصدر مليان بلغم من الدخان، عاوزين تكشفوا عليا اكشف، احنا ما بنتبلش على حاجه.